الست مريان تتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحب حضراتكم كلكم العلماء جدا جدا، وربنا يا رب يوسع ذاكرتكم كمان وكمان يا رب، وربنا ويديكم يوسع، الصحة ربنا يوسع عليكي ويجعلك إن شاء الله في خير وصحة وأهنا يا يا رب. رب يا رب. عندي سؤال ممكن غصب عني هطول عليك بس محيرني لا ونفسي أسأله، الله يبارك لك. لا، ممكن تختصري شوية، اختصري حاضر كتير. حاضر هحاول اتفضلي يا ابو بإذن الله. مريم، اتفضلي. أنا أبويا توفى وسابنا 6 صغيرين والحمد لله ربنا يتامى، أم الله يبارك لها ربتنا 6 يتامى طيب ماشي تمام والحمد لله. أنا يعني أما أخويا أصغر مني أنا الكبيرة، أخويا أصغر مني ربنا، وأم قالت هو ده راجلكم وكده، مع إن كان أبويا سابنا صغيرين بس لما كبر بس جه علينا شوية في التربية، وكانت أم هي السبب يعني، كان قاسي ما فيش حنية الأخ ما فيش حنية الأب ماشي، فاتحرمنا من الحنية دي طيب وكان قاسي، وجيت اتجوزت واتطلقت وبرضه كان قاسي عليا في مدة الطلاق وفي مدة برضه ما جيت اتجوزت، الحمد لله ربنا عوض عليا تمام واتجوزت تاني والحمد لله ربنا عوض فين على ابني سؤالك بقى يا الصالح. ام ريان؟ سؤالي دلوقتي، انا اكتشفت ان امي اللي هي ربتنا 6 يتامى الله يبارك لها ويديها الصحه، ان هي دلوقتي يعني ايه بتاخد، احنا 3 بنات بتاخد مثلا ممكن تقول كلمه على اختي، فانا غصب عني اقول لا ده غلطانه ازاي تقول كده، فتاخد مني الكلام فتاخد تدي الكلام من لاختي وتاخد الكلام منك توضل له اختك، والعكس صحيح، بتاخد الكلام من اختك توصله ليك. تمام، وبتقولنا كلام مش قلناه وما بتقولش ان طيب هي فين قالته السؤال اصلا. بقى؟ فين هو السؤال؟ السؤال هنا انا زعلانه منها بس غصب عني برضه بتصل بيها وبكلمها، قول لي طيب هنا انا هقول انا لك، اعمل ايه انا اعمل ايه. هقول لك يا ام ريان تعملي ايه. بصي يا ام ريان، والدتك مهما عملت الصفه اللي فيها دي، حتى لو هي صفه قبيحه وصفة وحشة وممكن توصل إلى الكبيرة، هي أمك. تعملي إيه؟ تستمري، تعملي 3 حاجات: تستمر في التواصل معها، وفي كل سجدة من سجدات صلاتك تدعي لها، والحاجة الثالثة كمان تحاولي ما تسمع لهاش وما تهتميش بالكلام اللي هي بتقوله. هي هتحاول تبتعد إن هي تقولك الكلام دوت، لأن هي مش هتشوف منك استعداد لده.